بهذه المكتبة العامرة وبين دفتي هاته المخطوطات العريقة تكتنز ملايين العلوم وآلاف السنوات، تشاهد لون العراقة وتشم رائحة التاريخ المجيد. والباحث بين مخطوطات زاوية الشيخ سيدي المختار الكونتي بموريطانيا يجد امتداد الجزائر بمؤلفات علومها ويقرأ من مصحفها. يذكي هذا الاهتمام الأدوار الإصلاحية والتاريخية التي قامت بها المدرسة القادرية الكونتية في المنطقة من خلال نشر قيم التسامح والاعتدال ونشر العلم والمعرفة وتشييد الصروح والزوايا، ولا أدل على ذلك من كون الزاوية الكونتية بتوات في ولاية أبرار بالجزائر تأسست سنة 1649 ميلادية، معناها تقريبا 4 قرون، معناها ضاربة في القدم. وهذه زاوية قائمة حتى الآن وهي عضو مؤسس في الاتحاد العام للزوايا والهيئات القادرية ذات السنة الكونتية. وبين الجزائر وموريطانيا تاريخ وجغرافيا واحدة، ودم سقى الرمال الذهبية في كلا البلدين دحرا للاستثمار الفرنسي، وروح جمعت الأشقاء. معروف أن السيد عمرو الشيخ الذي أخذ هذه الطريقة عن العالم والمربي الجليل الشيخ الجزائري عبد الكريم المغيلي، ثم انتشرت تدريجيا وتوسعت في هذا القطر الشرقي. وتبقى فلسطين سيدة كل المجالس، وتحرير الأقصى أمل كل جزائري وموريطاني ومحفور في قلب كل مسلم.